بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة ليس عندي محاضرة، إنما هي كلمة من مسافر، والمسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، فكذلك يقصر الكلام. وإنما المقصود السلام والالتقاء بكم، وهذه الجامعة المباركة نرجو أن الله جل وعلا يمدها بالنصر والتوفيق والإعانة، وأن يعين القائمين عليها تحقيق أهدافها لتواكب أخواتها من الجامعات في هذه المملكة المباركة. وإنه ليسرنا كثيرا أن نرى من أبنائنا وإخواننا هذا الاحتفاء بطلب العلم وبحضور مثل هذه الجلسات، فإن العلم إنما يأتي بالتعلم وباللقاءات المثمرة، تلاقي بين العلماء، تلاقي بين الطلاب، تلاقي بين سائر الرعية، كله يثمر خيرا إن شاء الله، ويثمر التواصي بالحق، تواصي بالصبر، كما قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا شك أن العمل للإسلام والعمل لهذا الدين يحتاج فيه مشقة عظيمة، يحتاج إلى صبر، والصبر لا شك أنه شاق على النفوس، ولكنه يسهل إذا تصورت ثماره ومنتجاته، فإنه يسهل عليك بإذن الله. هذه الجامعات في المملكة، ومنها هذه الجامعة المباركة، كلها تصب في ميدان واحد، وهو نفع المجتمع المسلم، سواء كان في المملكة أو خارج المملكة، فهي جامعة للمسلمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن مقرها ومكانها أخص بأن يكون أهله على أهبة الاستعداد وأهبة العمل وأهبة الاحتساب للأجر. فالجميع كلهم والحمد لله كلهم يتعاونون، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالأمور بالتعاون، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. فنحن نتعاون في كل الجامعات وفي كل الجوامع وفي كل اللقاءات وفي كل الأمكنة، نتعاون إن شاء الله على البر والتقوى. وفي مقدمة ذلك طلب العلم، لنهيئ جيلا متعلما بإذن الله. فأساس العمل، أساس العمل هو العلم، فعلم بدون عمل كشجر بلا ثمر.
وعمل بدون علم ضلال، وعلم بلا عمل كما هي صفة اليهود مغضوب عليهم، فاليهود مغضوب عليهم، وليس خاصا باليهود وإنما بكل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. ولهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من أولهم عالم لا يعمل بعلمه. فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم، فلا بد من العلم، وبعد العلم لا بد من العمل، وبعد العمل لا بد من إخلاص النية لله عز وجل. فهذه أمور يجب التنبه لها ويجب التنبيه عليها. وهذه الجامعات ولله الحمد تنتج خيرا لهذه البلاد ولغيرها، لأن هذه البلاد بالذات فيها قبلة المسلمين، فيها المسجدان، المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمسجد الثالث مسجد الأقصى. هذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي هو مسجد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى هو مسجد الأنبياء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فكلها مساجد أسسها الله وجل وعلا على أيدي أنبيائه، كلها مساجد للإسلام وللمسلمين إلى أن تقوم الساعة، تتبعها مساجد المسلمين في كل مكان، هذه فرع عليها. والحمد لله هذه مساجد الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنما يعمرها أهل الإيمان، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فلما كان العمل الصالح لا بد له من أساس وهو العلم النافع، فالعلم النافع لا يأتي إلا بالتعلم والتلقي، لا يؤخذ من الكتب، لا يؤخذ من المتعالمين، وإنما يؤخذ عن أهل العلم الراسخين في العلم. فهذا هو الأساس والمنطلق للجميع، أن نحرص على نشر العلم النافع في مثل هذه الجامعات وهذه الجامعة وغيرها من الجامعات، إنما أسست لهذا الغرض، لنشر العلم، العلم الديني في الأساس، ثم العلوم الأخرى التي يحتاج إليها المسلمون. المسلمون بحاجة إلى الطبيب، بحاجة إلى المزارع، بحاجة إلى كل من عنده خبرة في أمور الدين والدنيا. فلذلك أسست دور التعليم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فالعلم لا يؤخذ بالتعالم، ولا يؤخذ من المتعالمين ومن الجهال، ولا يؤخذ بالمطالعة، طالعة الكتب، إنما يؤخذ العلم عن العلماء المعروفين به، وينشر على الآخرين، لأنه هو أساس العمل وموجه العمل والقائد إلى العمل. فالعلم له مكانة عظيمة في حياة
المسلمين، فلذلك يهتم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا تعليم، تعليم عملي يبدأ من سن التمييز. الصلاة تحتاج إلى طهارة، الطهارة تحتاج إلى معرفة بأحكامها، وهذا هو الفقه في دين الله عز وجل. فالدين كله مؤسس على العلم النافع الذي جاءت به الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع لا يأتي إلا بالتعلم، والتعلم لا يكون إلا على أهل العلم الراسخين في العلم المعروفين به، فبذلك يحصل الخير وتنمو البركة في المجتمع. المجتمع الجاهل هذا سرعان ما يتفرق وسرعان ما يتطاحن فيما بينه، لكن إذا كان فيه علماء راسخون فإن هذا مما يثبت المجتمعات ويوصلها ويوجهها. ونحمد الله جل وعلا أن حكومتنا الرشيدة معتنية بهذا الأمر وعرفت قدر العلم، ففتحت له هذه المدارس، هذه المعاهد، هذه الجامعات إدراكا منها لأهمية العلم، وجعلت له ميزانية ضخمة، كل هذا لمعرفتها بحاجة المجتمع إلى هذا العلم، ومعرفتها بأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم من أهل العلم. فالحمد لله أن وفق حكومتنا لهذا المرفق الهام الذي هو أساس المجتمع ومنطلق الخير. ولكن الشأن فينا نحن، هل يكون عندنا همة، يكون عندنا رغبة نوجه أبناءنا، نوجه من تحت أيدينا إلى طلب العلم النافع وتعلم ما يعيننا على مهام الحياة في الدنيا والآخرة؟ هذا هو المهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه البلاد قائمة على الحق، راعية للإسلام والمسلمين، وأن ينشر الخير في جميع المعمورة، وأن يهدي لهذا الإسلام من يقوم به من مشارق الأرض ومغاربها. فهذا الدين ولله الحمد محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ بحفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد. شكر الله لمعالي شيخنا هذه الكلمات الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحقيقة لدينا وقت لبعض المداخلات إن أحب بعض الزملاء في هذا الشأن، وأيضا هناك بعض الأسئلة التي وردتني سنستعرض منها ما يسمح به الوقت. الأول نبدأ بمداخلة إذا كان، تفضل معالي الشيخ عبد الطيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شرفنا باللقاء بسماحة الوالد، وسعدنا كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب خطواته في ميزان حسناته. سماحة الوالد، نلاحظ أن أبناءنا يتخطفون من بين أيدينا، يتخطفهم هذا الفكر الضال. ما هو في رأيكم دور أستاذ الجامعة ودور المعلمين وخطيب المسجد؟ لأن الأمر جد خطير. بارك الله فيكم. بارك الله فيك، هذا سؤال مهم وملح أيضا. فنحن كما ذكر الشيخ
نتخطف من حولنا من جميع الأعداء ومن جميع الجهات، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فبأيدينا كتاب الله القرآن الكريم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تمسكنا بكتاب الله وبسنته فلن يضرنا من يتخطفنا ومن يريد بنا سوءا، وإن أفلتت أيدينا لا قدر الله من هذا الحبل المتين فإننا نكون من أول الهالكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحن والحمد لله على طريق واضح ومنهج سليم تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يضرنا من يتربص بنا الدوائر إذا تمسكنا بحبل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه مسألة مهمة جدا، لا شك أننا نتخطف من حولنا، ولكن معنا ما يقينا من شر الأعداء إن تمسكنا به، وسلاح فتاك وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال من أحد الحضور: معالي الشيخ، في نظركم ما السبب الرئيس المخل بالأمن أيا كان نوعه، وبالذات الأمن الفكري، وكيف نواجه ذلك؟ نعم، الأمن الفكري مهدد بلا شك، وذلك من دعاة الضلال ومن أصحاب الأفكار الهدامة، هذا شيء معروف ومشاهد، ولكن معنا ما يدفع هذا كما ذكرنا، وهو أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحصن أبناءنا ونعلم أبناءنا التمسك بهذا الكتاب وهذه السنة المطهرة، ننشئ أبناءنا على ذلك من سن التمييز كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن متخطفون، أبناؤنا كما تعلمون تتخطفهم الأفكار بسائر الوسائل الدقيقة، الجوالات، في المحطات، في المواقع، في الصحف والمجلات، ودعاة الضلال الذين يتدسسون بيننا وينشرون أفكارهم، فالأمر خطير جدا. أنت مثلا تغلق على أولادك بالليل على مراقدهم تطمئن، لكن يتصل بهم وهم على مراقدهم، تغزوهم الأفكار وهم في جوف بيتك، تغزوهم الأفكار في هذه المواقع الشريرة وهذه الجوالات وهم في داخل بيتك. ولكن إذا استعنت بالله واعتصمت بالله أعانك الله وحماك وحفظك، فاستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. تفضل دكتور أحمد الرميح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير معالي الشيخ.
أنا فقط من باب الاختصاص في وكالة الجامعة شؤون التعليمين أبشركم معالي الشيخ أن الجامعة فيها أقسام للدراسات الإسلامية واللغة العربية تقريبا في جميع محافظات الجامعة، وفيها المئات لم يكن الآلاف من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في هذه العلوم. وكما يعلم سماحة الشيخ أن شرف العلمي من شرف المعلوم، فإن رأى فضيلتكم توجيه كلمة توجيهية للطلاب ولا سيما في هذه التخصصات بإخلاص النية، وأن تكون طلب العلم الشرعي واللغوي اللغة العربية أن يكون مرتبطا بصلاح نية، هذا أولا. وأيضا كلمة لأبنائكم الآخرين في التخصصات الأخرى بأنما يشمل زملائهم من أفضلية العالم يعطون منه، وإن كان طبعا باختلاف شرف المعلوم، حيث أن التخصصات الشرعية واللغة العربية لها شريف المعلوم. هذا طلب نصيحة. وأيضا هناك تساؤل يرد من الطلاب حقيقة في قصر الصلاة، أن الجامعة مترامية الأطراف وبين أطرافها أكثر من في بعض الأحيان من 200 كيلومتر، فهل للطالب والطالبة القصر الصلاة وجمعها، ولا سيما إذا كانت المدة 4 سنوات أو 5 سنوات طيلة بقائهم في الجامعة؟ وحفظكم الله يا شيخ. نعم، بلا شك أن الجامعات كما تفضلتم أنها متباعدة نسبياً، قد يكون بينها مسافات طويلة، فما دام الإنسان في الطريق بين جامعة وأخرى أو إلى أي اتجاه يريد، المسافة 80 كيلو فأكثر، فله أن يقصر الصلاة في الطريق، وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا إذا كان يسير في الطريق ذهاباً وإياباً. أما إذا كان نازلاً في بلد أو في جامعة مدة طويلة تزيد على 4 أيام فليس له القصر ولا الجمع، لأن السفر انقطع بالإقامة، فعليه أن يصلي صلاة الحاضر، يتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، ولا يقصر ولا يجمع. نعم. هذا أيضا سؤال من أحد الحضور. معالي الشيخ، كيف نحصن أبناءنا الشباب وبالذات ممن تأثروا بالفكر الضال، لا سيما لمن لا يظهرونه بشكل واضح بل في الخفاء؟ هذا واجب المدرسين، واجب الخطباء في الجوامع، وواجب الدعاة إلى الله عز وجل، كل عليه واجب في أن يقاوم هذه الأفكار الهدامة الغازية، أن يبين للشباب وللطلاب خطورة هذه الأفكار التي تتخطفهم، وأن يحثهم على التمسك بدينهم وعلى طلب العلم النافع، وعلى أن يسيروا على ما سار عليه آباؤهم وأجدادهم من الاستمساك بهذا الدين. وهذه أمور عظيمة تمس الحاجة إليها في هذا الوقت، وأن يحذرهم من هذه القنوات وهذه المحطات التي ينشر فيها الشر والدعوات الضالة، يحذرهم من مخاطرها، وأن يحذرهم من شرورها، ويبين لهم ما فيها من أخطار، ويحذرهم من دعاة الضلال الذين ينتسبون إلى العلم وهم بخلاف منهج العلم، وإنما يتسمون به ليخدعوا الناس. فهناك علماء ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فهذه خطورة عظيمة تأتي من دعاة الضلال ومن علماء الضلال، خشية الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ولا سيما في آخر الزمان. فعلينا أن نحذر ونتحاذر من هذا الغزو
الفكري الموجه نحو شبابنا ونحو بلادنا علينا أن نقاومه، أن ندافعه، أن نبين خطره لمجتمعنا ولأولادنا. على الدعاة أولا، على خطباء الجوامع، على المدرسين في الفصول أن يتنبهوا لهذا الأمر. نعم، تفضل شيخ يوسف. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خطاك التي خطيتها إلينا في ميزان حسناتك. وحقيقة الجامعة اليوم تحتفي وترفع من شأن العلم وأهله بحضور مثلك واستضافته شيخنا، وليس بغريب على جامعتنا جامعة المجمع. شيخنا، بحكم إشرافي على وحدة التوعية الفكرية، وهذه الوحدة موجودة الآن في جميع جامعاتنا المباركة في هذا البلد المبارك، أريد من سماحتكم وأنت الأب الكريم لنا نصيحة توجهها للقائمين على وحدات التوعية الفكرية في الجامعات السعودية. نحن الآن بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف حفظه الله ولي العهد، وجه على الجامعات كلها بأن تفتتح هذه الوحدات، وحدات التوعية الفكرية. نحن في الجامعة أنشئت هذه الوحدة، أنشئ في كل كلية أيضا وحدة فرعية لها، لكن نريد منك حفظك الله توجيها أبويا كريما حول هذه الوحدات، وماذا تحرص عليه أن تعمل في مجالها. بارك الله فيك، هذه بشرى عظيمة أنها فتحت هذه القنوات في الجامعات لمقاومة هذا الفكر الضال والأفكار الضالة. فعلى القائمين عليها أن يستعينوا بالله عز وجل ويصبروا، وأن يقوموا بما وكل إليهم، بما أوجب الله عليهم أولاً وبما وكل إليهم ثانياً، فإنه صار في ذمتهم وتحت مسؤوليتهم. وكذلك لا يقتصر كل واحد على مجاله خاصة، بل يستعين بالله ثم بإخوانه الآخرين، يتناصحون ويتواصون، ويأخذ بعضهم من بعض التوجيهات، ويشتركون في حل المشكلات التي تعترضهم، ويتشاوروا. وحبذا لو فتحوا اجتماعا بينهم شهريا أو أسبوعيا أو حسب الحاجة، يجتمعون فيه ويتشاورون ويعرضون المشاكل التي عندهم ويتدارسوا حلها، يكون هذا من التعاون على البر والتقوى ومن تحصين المجتمع. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: معالي الشيخ، انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي لدى الكثير من فئات المجتمع، فكيف ترون مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء في هذا الشأن؟ لا شك أن الوالدين أول مسؤول عن الأولاد. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا خطاب للآباء والأمهات، فهم أول مسؤول عن أولادهم، ثم من بعد الوالدين المدرسون في المدارس الابتدائية والثانوية والمتوسطة والثانوية والجامعية. المدرس بعد الوالد، فهو المدرس الثاني بعد الوالد، ثم المجتمع فيما بينه بعلمائه وبأفراده يتعاونون على حل مشاكلهم، ويتعاونون في مقاومة الأفكار المنحرفة، لأنهم صف واحد. فالله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم يقاتلون صفا واحدا، فكذلك يقاومون الأفكار الضالة صفا واحدا، لا تخترقهم الأفكار الضالة والأغراض المشبوهة، لا تخترقهم، يكونون صفا واحدا. الواحد قليل بنفسه كثير بإخوانه. نعم، تفضل يا شيخ. موضوع الآن ظاهرة الإلحاد،
ظاهرة الإلحاد وإن كانت موجودة في السابق، لكن مع التواصل الاجتماعي ومع النت ومع القنوات أصبح من يظهر ويشكك في بعض الأحكام الشرعية الثابتة، ويشكك في الربوبية، ويشكك في انتماء المسلم إلى دينه، وهذا الآن يعني أصبح في متناول كل أحد، فالأمر خطير على عقيدة وأديان أبنائنا وبناتنا. كلمة توجيه صاحب الفضيلة. نعم، يجب على الوالدين أولا في البيوت أن يخرجوا هذه القنوات الهابطة وما تبثه بين أولادها ونسائها من أفكار ضالة، أن يخلوا البيوت من هذه المواقع الخبيثة، أن يخلوها، وأن أيضا يتابعوا أولادهم إذا خرجوا من البيت من يصاحبون، من يجالسون. الاستراحات هذه فيها شر كثير، فعليهم أن يراقبوا أولادهم، لأنها مسارح في الغالب، ما هي كلها، لكن فيها مباءات ضالة يستغلها الأشرار ويغزونها، فعلى الآباء أن يتنبهوا لذلك وأن يراعوا أبناءهم في البيت وخارج البيت، فهم تحت مسؤوليتهم ورقابتهم. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فأنتم الآن في حظائر سباع، إذا لم تنتبهوا لأولادكم ولمن تحت أيديكم تحافظوا عليهم، لا شك أنه عمل شاق لكن يحتاج إلى صبر، ومن صبر أعانه الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، اصبروا، استعينوا بالله واصبروا، فعليكم بالصبر والاحتساب، وكل ما اشتد الخطر يشتد الحذر. نعم. لعلنا سؤال الأخير معالي الشيخ، هذا سائل نسأل، هذه الدورة المباركة بكل قطاعاتها تقوم بدور كبير في محاربة الإرهاب، وبالذات العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، ما هو الدور الذي يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع والجامعات على وجه الخصوص نحو هذه الفئة الغالية على نفوسنا؟ لا شك أن كل مسلم فإنه رجل أمن، كما قال سمو الأمير نايف رحمه الله، كل مؤمن فهو رجل أمن في هذه البلاد، فليس الأمر مقتصرا على الرسميين، وكل عليه واجب نحو إخوانه، نحو أبنائه، نحو مجتمعه، أن يكون عضوا صالحا مصلحا في هذا المجتمع، وأن تتعاون الهمم، ولو يحصل تلاقي بين الجيران وبين أهل البلد وعرض للمشاكل وتدارس لحلها لكان في ذلك